الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه في نظمه الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير: حفاظ القرآن من الصحابة، وأوجبوا أن يحفظ القرآن كفاية ليظهر البرهان، ويقتدى بالمصطفى المختار، ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري، وقد حذاه ثلة صحابة ذو عقول وذو نجابة. واستشكل الحذاق ما رواه لنا البخاري مسندا نراه، فعد حافظ الكتاب منهم فهاك هم مقيدين من هم: أبيهم وزيدهم وسالم، مسعودهم مفسر وعالم، معاذهم وقل أبو الدرداء، وابن السكن كفيت عن عنائي، وابن السكن كفيت عن عنائي، وحرروا جواب ذا الإشكال بأوجه تطول باسترسال، أشهرها ألا تفيد الحصر، وجملة المحققين أدرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بمبحث من مباحث علوم القرآن وأصول التفسير، وقد سبق معنا فيما مضى ذكر ما يتعلق ببعض مباحثه كالمكي والمدني وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل وتعريف الوحي وما يتعلق بذلك. وبما أن الكلام يتعلق بالقرآن وعلوم القرآن، فإنه من المناسب جدا أن يوضح حكم حفظ القرآن في الشريعة الإسلامية. ولذلك صدر الناظم هنا هذا المبحث بهذا الحكم، فقال: وأوجبوا أن يحفظ القرآن كفاية ليظهر البيان، ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري. فهنا ذكر الناظم أن حفظ القرآن واجب، لكن هذا الواجب ليس من واجبات الأعيان التي تجب على كل واحد من المسلمين، وإنما هو من واجبات الكفاية أو من فروض الكفاية، لأن الواجب عندنا ينقسم إلى قسمين: إما واجب على الأعيان، وإما واجب على الكفاية، أو يقال فرض على الأعيان أو فرض على الكفاية، على قول جمهور أهل العلم من الأصوليين في عدم التفريق بين الفرض والواجب، خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، وإلا فأصل الأمر في الفرض والواجب واحد، هو أن يكون الشارع أمر بذلك على وجه الإلزام، أمر به أمرا جازما على وجه الإلزام. والفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي هو أن الواجب العيني ما يجب على كل فرد من المسلمين، كل فرد مكلف من المسلمين ذكرا أو أنثى. وأما الفرض الكفائي فهو
ما يجب على المسلمين في الجملة، بحيث لو فعله من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وهذا هو الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، أو الفرض العيني والفرض الكفائي. أما الفرض العيني أو الواجب العيني فهذا لو فعله أكثر المسلمين أو بعض المسلمين أو من فيه من كفاية فإنه لا يسقط هذا الفرض عن البقية، بل هو يجب على كل واحد. فالصلاة مثلا واجبة على كل مكلف، ومن تركها فإنه يأثم، ومن تركها فإنه يأثم. لكن الجهاد مثلا في سبيل الله هذا فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. أما إذا لم يقم به من يكفي أو تركوه جميعا فإنهم يأثمون جميعا. وكذلك صلاة الجنازة هي فرض كفاية، إن قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما إذا لم يصلي أحد على هذه الجنازة مع إمكانية الصلاة عليها فإنهم يأثمون جميعا. إذن القرآن حفظ القرآن يسير في هذا الاتجاه، يجب أن يحفظ على الكفاية، أن يقوم من يكفي من المسلمين لحفظ القرآن. أما إذا أجمعوا على عدم حفظه فإنهم يأثمون جميعا. والناظم هنا علل هذه الفرضية الكفائية فقال ليظهر البرهان، وظهور البرهان للقرآن لا يكون إلا بحفظه. ونحن نعلم جميعا أن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن وأوكل هذا الحفظ إلى نفسه، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ اختص الله سبحانه وتعالى به كتابه العزيز، بخلاف الكتب السماوية السابقة، فلم يتعهد الباري جل شأنه على حفظها، وإنما أوكل حفظها إلى العلماء من الأحبار والرهبان. وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فدل هنا في قوله بما استحفظوا من كتاب الله على أن التوراة أوكل الله جل وعلا حفظها إلى الأحبار والرهبان ممن كانوا قبلنا. وأما القرآن العظيم فإن الله جل وعلا تكفل بحفظه، وتنوع هذا الحفظ في القديم وفي الحديث. ومن أشهر أنواع الحفظ هو الحفظ في الصدور، ومنه قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. ومن حفظه كتابته، ومن حفظه تسجيله عبر الأشرطة السمعية، ومن حفظه طباعته ونشره. فأنواع الحفظ تتعدد فيما يتعلق بالقرآن، غير أن أشهرها وأكملها وأقربها هو الحفظ في الصدر، هو الحفظ في الصدر. وكون هذا الحفظ للقرآن فرضا كفائيا لا يعني أنه لم يرد فيه فضل كبير لمن حفظه، فالأدلة
الدالة على فضل حفظ القرآن كثيرة جدا. ففي الكتاب الآية التي ذكرناها قبل قليل وهي قوله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، كلها جاءت دالة على فضل حافظ القرآن وما له من الأجر العظيم. فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فجعل التقدمة في إمامة القوم لمن كان أحفظ لكتاب الله جل وعلا. ويدل لذلك أنه قدم محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه وقد بلغ 7 سنين يؤم قومه، لأنه كان حافظا لكتاب الله جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم وغيره. ومن أدلة فضل حفظ القرآن ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفن شهداء أحد أمرهم بأن يجمعوهم في حفرة واحدة وأن يقدموا أحفظهم لكتاب الله جل وعلا. فهذا دليل واضح على تفضيل حافظ القرآن. وقد جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة بما معه من القرآن، بما معه من القرآن. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث دلالة على فضل حفظ القرآن، لأن فيه التحضيض على حفظه من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ورتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ومعلوم أن هذا مجال تنافس لأجل أن يحظى المرء بأقصى حد من المنزلة، فالذي يحفظ 30 جزءا فإنه سيقرأ هذه 30 ليحظى بالمنزلة العليا، وكل بما عنده من القرآن. إذن الأدلة متوافرة على فضل حفظ القرآن، وهذا الفضل لا يوقف حفظ القرآن عند السنية فقط، بل إنه أوصله إلى الفرض الكفائي ليظهر البرهان، أي ليتبين الدليل والحجة للناس من خلال هذا الحفظ. وأيضا تعليل آخر وهو قوله: ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري. يقتدى من الاقتداء وهو الاتباع، يقال اقتدى الرجل بالرجل إذا اتبعه وسار على طريقه. ولا شك أن حفظ القرآن سبب في الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن هو مصدر التشريع الإسلامي، وهو كلام الله جل وعلا الذي جاء فيه من الأحكام والآداب ما لا تشبع منه العلماء، كما جاء في أثر علي رضي الله تعالى عنه. وقوله بالمصطفى المختار يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، والمصطفى هنا مأخوذ من الاصطفاء، وأصل الكلمة استفى بالسين، والاصطفاء هو استخلاص الشيء، مأخوذ من الصفاء وهو الخلوص من الشوائب. وكون النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى أي أن الله جل وعلا اصطفاه من بين الخلق بهذه الرسالة،
للثقلين الإنس والجن. والله جل وعلا يقول: الله يصطفي رسلا من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.